طيب بصوا يا جماعه، دايما ايه يعني حياتنا اليوميه دايما مليانه بالمشاكل والضغوطات اللي في حياتنا طبيعيه. انت سواء بقى يعني ضغطك ممكن بيعلى شويه، او ضغوطات الشغل اللي ممكن بنقابلها في كل الاوقات، يعني المواصلات نفس الكلام، انت رايح جاي في زحمه، فالموضوع ممكن برضو ياثر عليك نفسيا. تربيه الاولاد، قعدتك في البيت برضو مع الولاد في الزوم دلوقتي، الموضوع اكيد طبعا بقى ليه شكل تاني من الضغوطات. الكورونا لوحدها دي نحطها في كفة، يعني الكورونا لوحدها دي بتخلينا دلوقتي خلاص عايشين في ضغط عصبي غير طبيعي. امتى هتخلص؟ امتى الموضوع هيبقى افضل شوية؟ طبعا كلها اخبار بالنسبة لنا سلبية بشكل كبير جدا، وبتسبب لنا بعض الضغوطات اللي احنا مش حاسينها. طيب هنا ازاي بقى ممكن نتخلص من كل ده؟ يعني ازاي بقى ممكن هنا نبتدي نظبط حياتنا بشكل افضل، وكمان بقى ايه يعني نجذب بقى لنا الطاقة الإيجابية، مش كله سلبي سلبي سلبي. النهارده بقى وفقنا دلوقتي مع انجي، يمكن انجي شوقي مدربة العلاقات والتنمية الذاتية، هي مش جديدة عليكم طبعا، يعني كل فترة والتانية دايما بتنورنا كده، بتدينا شوية أخبار حلوة وشوية طاقة إيجابية. هنتكلم معاها بقى عن ازاي ممكن نكتسب الطاقة الإيجابية من كل حاجة في حياتنا. يا انجي أخبارك إيه؟ ازيك يا فاروق؟ كله كويس؟ ازيك يا نور؟ عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. طيب انجي في البداية كده عايز أعرف منك ازاي ممكن يومنا العادي الطبيعي اللي هو بنصحى بنروح الشغل، أو عندنا أولاد بنوديهم المدرسة، أو أيا كان شكل اليوم عامل ازاي، ممكن يأثر علينا بالسلب من غير ما نحس؟ بالظبط، ازاي ممكن يأثر علينا من غير ما نحس؟ عشان الجملة دي خليني الأول أقول إنه الأشياء مش بتقدر تأثر عليها، ولكن أنا اللي بقدر أأثر على الأشياء. فأول حاجة لازم أنتبه ليها طريقة تفكيري. ففي الكاتب ويليام جيمس في كتابه مبادئ علم النفس بيقول إيه؟ بيقول إنه الواقع هو مش حقيقة ما تراه، ولكن هو ما تفسره، تفسيرك لما تراه. طب خلينا نشرح. خلاص أنا في الشغل خلاص، وكنت مقدم على بوست أو مقدم على تقرير أو أي حاجة واترفض، اقدر بمنتهى السهوله اقول ده ظلم، ده مديري دايما بيظلمني، هي الدنيا ماشيه بالواسطه. وان ذا اذر هاند ممكن حد تاني يقول فعلا انا حاسس ان انا ما كنتش متقن فيه كفايه، او انا يمكن عندي حاجات انا مش عارفها، انا محتاج اقعد مع مديري واشوف ايه الاخطاء اللي عندي. ده حدث واحد فسره بطريقه والاخر فسره بطريقه تاني، وفين الحقيقه؟ الحقيقه هي تفسيري ليها. فلو احنا النهارده بنتكلم على الايجابيه، الايجابيه بتبدا بفكره. فكرة عندي، الفكرة دي بتتسبب في شعور. أنا حسيت بإيه؟ حسيت إن أنا مسؤول، حسيت إن أنا ليا دور، هنا حسيت إن أنا مظلوم. فطبيعي بقية اليوم أو بقية شغلي هينعكس عليه إحساسي. طيب بصي يا إنجي، تعال إيه نقسمهم كده مع بعض حاجة حاجة، يعني أوكي. نقسمهم مرحلة الشغل، ضغوطات الشغل، ضغوطات البيت. لا، مرحلة الصحيان. الشتاء. ده ضغط لوحده. ده لوحده، دي قصة تانية طبعا في البرد ده. موضوع المواصلات، وطبعا كمان موضوع الناس في البيت بقت برضه عليها ضغوطات تانية من ناحية الزوم والحاجات الخاصة بتربية الأطفال يعني. نتكلم معاكي ضغوطات العمل. إزاي الواحد هنا يبدأ يومه من غير مشاكل ومن غير كمان ضغوطات مع بقى اللي حواليك أو المديرين يعني. بالظبط. طيب اول حاجه احنا لازم نعرفها ان التفكير الايجابي هو تفكير بيزيد النفع للنفس. يعني النفس من اول ما بنصحى من النوم يا نوره، نفسي عايزه سعاده، نفسي عايزه نفع، عايزه اليوم ده يبقى فيه زياده ليها. خلاص، فلو انا قدرت اشوف الشغل ده هو بيضيف لي ايه، الله يكون في عون الناس كلها. دايما المسؤوليات والمسؤوليات اللي في البيت والمسؤوليات اللي في الشغل بتخليني دايما حاسس ان انا رايح الشغل مضغوط. زي ما انت بتقول كده، مجبر. بالظبط كده، دايما حاسس ان انا مضطر اعمل حاجه. ولكن الحقيقه بقى انه اللي بيخليني اعمل حاجه هو احساسي ان ده ممكن يكون بيضيف لي. يعني احد اساتذتنا قال لنا انه كان عنده حد بيتكلم معاه دايما بيقول له انه طبيعه شغله ممله جدا. هو بيشتغل داتا انتري، بيدخل بيانات. البيانات، فالبيانات دي فعلا شيء مرهق. فلما هو اتكلم معاه قال له طب انت شايف ايه اثر ده او نفع ده؟ قال له ان المكالمه الطبيعيه لما كان حد بيتكلم كانت بتاخد نص ساعه عشان نقعد نقول الاسم والعنوان وهكذا، دلوقتي المكالمه ممكن تكون بتاخد 5 دقائق. شفت كم اليسر اللي انت قدمته للناس؟ انت قدمته للكلاينت اللي بيتكلم، وقدمته لزميلك الموظف، وقدمته اثر ده للشركه ايه؟ فابتدى يحس فعلا ان هو بيشتغل الشغل ده هو بيشوف الاثر، بيشوف النفع، بيشوف اليسر اللي قدمه للناس. وهكذا في كل حاجة. يعني برضو في تجربة عملية اتعملت في أحد الجامعات، فجابوا ناس داخلين يحلوا مسائل رياضيات صعبة جدا، بس قسموهم مجموعتين، مجموعة قالوا لهم انتوا داخلين تلعبوا، ومجموعة تانية قالوا لهم انتوا داخلين تحلوا مسائل صعبة جدا.
اللي كانوا داخلين يلعبوا حلوا بسرعه وخلصوا، والموضوع كان ظريف جدا وحسوه ان هو تشالنجينج. المجموعه الثانيه قعدوا وقت اطول وكانوا المود بتاعهم مش لطيف وهم بيعملوه. فهي الفكره، انت صاحي تقول لنفسك ايه الصبح؟ انا بستمتع باللي انا بعمله ومعلش احنا محتاجين نبذل مجهود مع نفسنا شويه. عارف كده لما نيجي تقول ايه، انا بحب اكلم صاحبي ده عشان بيشجعني. انت اولى، يعني انت اولى تعمل ده مع نفسك. فاهمين ده غلط، يعني دايما مستنيين حد يحفزنا، مستنيين حد دايما هو اللي يدفعنا لقدام. احنا دايما بنعتمد على الاخرين ان هم يدفعونا، ولكن التفكير الايجابي بيبدا من نفسي، اني انا اللي اقول لنفسي. والله كمان عارف من ابسط الاشياء، يعني في الكورونا دي الناس ابتدت تحس انه احنا نفسنا نرجع الشغل. كنا على الاقل بنشوف اصحابنا، بننزل نشم الهواء، بعد تجيب قهوتي الصبح. ابسط الاشياء دي هي اللي بتدي لليوم طعم. اوكي حلو قوي. طيب انجي، برضو فيما يخص الشغل كده بحس انه ما حدش مرتاح، يعني مثلا حد بينزل بيركب مواصلات فهو قاعد وزهقان والطريق زحمه وراكب مواصلات وكذا مواصله ومتبهدل عشان يوصل شغله. ممكن حد تاني يبقى معاه عربيه بس هو حاسس انا ببذل مجهود في السواقه وشغلي بعيد عن بيتي والحاجات دي كلها. مثلا حد بيشتغل شغلانه هو بيحبها بس بيقول لك مديري مش لطيف معايا، زمايلي مش كويسين معايا. ممكن حد تاني يبقى شغال اصلا شغلانه ما بيحبهاش بس مستحملها عشان خاطر انه الناس اللي معاه كويسه. فازاي انه الحاجات البسيطه دي برضو نبص لها بنظره ايجابيه، يعني ما افضلش بص على غيري وبقول انه هو احسن مني. طيب هي البدايه بتبدا انه انا اصلا ابقى شايف الحاجه وانا ممتن ليها. يعني ايه ممتن ليها؟ خلي بالك الامتنان ده زاويه رؤيه. يعني ايه؟ يعني مره واحد كان عايز يبيع بيته، خلاص، فهو جاي يبيع بيته فهو زهقان منه ومش عاجبه فعايز يبيعه، فجاي المشتري يشتريه منه فابتدى يشوف المميزات فيقول له ده في اوضه هي قبلي بس في الاوضه دي بحريق، والقبلي ده بيفيدك قوي في الشتاء، ومش عارف هنا في البلكونه الفيو بتاعها عامل ازاي. فبعد ما ابتدى يقول للراجل الكلام ده ابتدى يحس ايه ده، دي الشقه حلوه. هي الفكره انت زاويه رؤيتك كنت مركز على ايه؟ تركيزك كان على اللي بيضايقك. طيب انت بتبص على غيرك، انت لو رحت وقفت مكان غيرك هيشوف حاجه ثانيه، غيرك كمان متضايق من حاجه ثانيه. هو ممكن يكون مثلا بيركب الباص كل يوم وما بيسوقش ودي حاجه مريحه بس بيقعد في الطريق ساعتين، انت بتركب العربيه بس بتقعد في الطريق نص ساعه، بتقدر تسمع اللي انت تسمع عايزه، تسمع مزيكا، تجيب لك حاجه تشربها، يعني تسلي نفسك. فلو انت فعلا حاسس بده غير زاويه رؤيتك. بدل ما تبص للموضوع من الزاويه دي، روح شوف الموضوع في الزاويه الثانيه. يعني على ذكر الكورونا، يعني الناس ابتدت كتير تحس بأبسط الأشياء. أنا صاحبتي كان عندها كورونا كانت بتقولي بمسك كوباية القهوة نفسي أحس بطعمها. يعني قد إيه إحنا عمرنا حسينا بالنعمة دي؟ إن أنا نفسي أتذوق طعم القهوة، نفسي أشم ريحتها. التنفس صح. فهي الفكرة إن أنت لما تبدأ تشوف الحاجة من مكان تاني أو من منظور تاني هتبدأ تحس إن اللي أنا فيه ده نعمة. ولما تبدأ تحس بالنعمة اللي أنت فيها تبدأ بقى تزداد. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن الشيطان يعدكم الفقر. طول ما انا شايف للنواقص طول ما انا هفضل اتضايق. هي برضو فكره ان هو ما حدش عاجبه حاله، دي يمكن دي موجوده من زمان وبنشوفها حوالينا بشكل كبير يعني، بس هنا داخله فيها عدم الرضا بالحال. وان الواحد هنا زي ما انت قلتي مش بيشكر دايما حاله في كل وقت، يعني ان هو انت مش عارف انت في نعمه دلوقتي. وزي ما انت قلتي فعلا الكورونا كمان ابسط الحاجات النفس بقت نعمه دلوقتي الواحد بيقول الحمد لله عليها. طب الواحد ازاي بقى يعلي الرضا عنده قوي؟ يعني يوصل مرحله ان هو الحمد لله حتى لو انا مش بيحصل كذا ومش باخد كذا ومش الكلام ده كله، بس انا مبسوط بحالي. اوصل ده ازاي جوايا؟ طيب علشان اقدر اعمل ده، لما بنعمل الحاجه لوقت وبعد كده نرجع ننسى بترجع الدنيا ترجع تاني. فمهم جدا ان انا اكون دايما مستعد. عارف اللي مسافر فلازم دايما يبقى محضر شنطته، كل ما كانت الشنطه مليانه حاجات كتير كل ما هو كان مستعد لاي ظرف. فهي نفس الحكايه، احنا يا فاروق لازم نبقى طول الوقت عندنا عادات في يومنا بتساعدنا نكون بنشحن نفسنا. طيب العادات دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات اللي انا بحبها. كل واحد بيتفرج علينا دلوقتي، اكتب قدامك من 10 ل 20 حاجه من ابسط الحاجات في يومك اللي بتشحنك، اللي بتجدد طاقتك. وخلي بالك كل ما كانت بسيطه كل ما كانت ديورابل. يعني ستارتنج من كوبايه القهوه، ستارتنج من مكالمه ماما الصبح وانا بصبح عليها، ستارتنج من ورد القران بتاعي، ستارتنج من الذكر البسيط اللي انا بقوله. وطول الوقت انا بعمل الحاجات دي في يومي علشان دايما ايه؟ اتحط كده في الشاحن.
تشحن الطاقه بتاعتي. لكن انا افضل قاعد بشتغل 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 وبعدين في الاخر لما البطاريه تخلص خالص غصب عني هلاقي نفسي انا مش كويس، انا مش مبسوط. فبلاش نشتغل لما نخلص خالص، لازم every now and then نتحط في الشحن، نشحن نفسنا عشان نبقى دايما متجددين. حلو قوي. طيب يمكن برضو يا انجي من اكتر الناس اللي انا شايفاهم الفتره دي بيعانوا الامهات، شغل البيت وحاجه البيت والاولاد وبقوا قاعدين طول الوقت وبقى الدراسه بتاعتهم بقت اونلاين فقاعدين مشتتين في كذا حاجه، ازاي الامهات في الوقت ده يشحنوا نفسهم بطاقه ايجابيه وخصوصا كمان لو كانوا بيشتغلوا؟ الله يكون في عونهم الحقيقه. يعني الفتره دي هم يعني بيلعبوا ادوار كتير جدا، ولكن من الحاجات اللي بتساعد جدا ان هم يعرفوا يتعاملوا مع الحاجات الكتير دي حاجتين اساسيتين. اول حاجه ان هم يبداوا يرتبوا الاولويات بتاعتهم. يعني انا عندي النهارده حاجات مهمه جدا في الشغل، او عندي النهارده حاجات مهمه جدا مع الاولاد. مش كل حاجه بنفس الاهميه، هتيجي بعدها حاجات اقدر اعملها وحاجات ما اقدرش اعملها. في الاخر خالص ممكن حاجات والله عملتها النهارده اوكي، ما عملتهاش بلاش. فاول حاجه ان انا احدد اولوياتي في اليوم. تاني حاجه بقى دي المهمه جدا وامهات كتير بتقع فيها اللي هو فخ المثاليه. ان انا لازم اعمل كل حاجه. لا فوضي. يعني اطلبي المساعده. وكمان لما يجي اطلب المساعده من الحاجات اللي انا شفتها انا ممكن ما اسمحش ان الاخر يساعدني. يعني انا ليا صديقه لما برضو كنا بنتكلم في الضغوطات والحاجات دي فقالت لي انا خدت بالي ان انا لما كانوا مثلا جارتي تقول لي هاتي الولد يلعب معايا يلعب مع ابني فانا اقول لا انا بتقل عليهم وانا مش عارف ايه. احنا مش بنقبل المساعده دايما، بنحس ان احنا لازم نبقى مثالي بالظبط. لكن لما هي ابتدت تقولي لما ابتديت اوديه لقيت ان انا بقى عندي وقت اكتر، هو بينبسط وكله بينبسط، وقت تاني انا بشيل عنها حاجات تانية. فهي الفكره ان انا ابدا اطلب المساعده من الاخرين واستقبل واستقبل كمان ان لو حد عايز يساعدني. يعني حتى لو انا مشغول ممكن الاقي برضو وسيله ان انا افرغ بيها حتى الطاقه السلبيه بتاعتي دي من خلال برضو الكم او الزخم اللي موجود عندي. مظبوط كده؟ بالظبط. وبلاقي لها حل، ما فيهاش مشكله خالص. يعني ما حدش يقول ما ينفعش، ما حدش يقول لا منين والكلام ده كله، فليها برضو اسس وطرق يعني ممكن توصلنا لبر الامان يعني من غير ما ياخد بالنا. من ابسط الاشياء. يعني شوف اهي جارتي خدت مني الولد شويه، مش عارف مين ممكن اخويا يبقى موجود ممكن تساعدني مش عارف ايه. من ابسط الاشياء. بس هو الانسان لما يبقى عنده كده ايه نيه صادقه وعارف انه ربنا هو اللي بيساعد. لكن فكره انه انا الام السوبرمان اللي لازم اعمل كل حاجه في اليوم، لازم اودي التمرين ولازم اخلص الهوم ورك. وعلى فكره حاجه كمان مهمه يا فاروق، ان الطفل لما بينشا شايف مامته طول الوقت مموته نفسها علشان تعمل له كل حاجه هو مش بيقدرها. صح. لكن لما اجي انا اخر اليوم كنت متفقه معاه مثلا ان انا حوديه نروح نلعب، بعدين جيت قلت له معلش هي مامي تعبانه النهارده ومش قادره وتعالى نشوف وقت تاني، هو بيبدا يشوف يقدر. دي هي فعلا عملت لي الصبح كذا وكذا وكذا وجت النهارده تعبت. مش حق مكتسب. ما بقاش انه العادي يشوف ده العادي. نبدا نشارك ولادنا في الحاجات اللي علينا ونبدا نخطط سوا. طب انت ايه رايك؟ احنا مش قادرين ده نعمل ده النهارده، ايه البديل؟ تقدر تعمله لوحدك؟ طب تقدر تستنى لحد بكره؟ فيبقى في مشاركه. اوكي. طيب انجي بشكل عام كده هل في عادات احنا بنعملها كل يوم واحنا مش واخدين بالنا والعادات دي بتاثر علينا بالسلب؟ اكيد. ايه بقى؟ من اول الاشياء اللي لازم ننتبه ليها حديثنا الداخلي. يعني ايه حديثنا الداخلي؟ بقول ايه لنفسي؟ بقول ايه لنفسي؟ يعني انا لما اتعرض لموقف مثلا اقول ما انا فاشل، انا اصلا ما بعرفش اعمل حاجه، او لما ابقى نازله متاخر ما هو انا دايما كده مفيش فايده فيا. او المهم جدا انتبه لحديثي الداخلي. انا اكتر واحد قاعد مع نفسي. انا قاعد مع نفسي طول النهار. فكل ما ابتديت اراقب نفسي واراقب الكلمات اللي انا بقولها لنفسي ان هي مش بس تكون تحفيزيه، ان هي تكون فيها رحمه. ماشي احنا اتاخرنا النهارده، طب نقدر نعمل ايه عشان ما نتاخرش بكره؟ طب هظبط الالارم، طب هقول لحد يصحيني. يبقى في رحمه مع نفسي. ولما هبدا يكون افكاري عن نفسي كويسه مشاعري هتبقى كويسه وبالتالي الواقع بتاعي هيكون احسن. طب ليه بقى؟ لان احنا دايما ممكن يعني جلد الذات عندنا ده بزياده قوي. انا ليه عملت كده؟ انا كان لازم افكر مش عارف ازاي كان ممكن الحق ده. يعني دايما عندنا ايه كل حاجه بنلوم بيها نفسنا بشكل يعني قاسي جدا. هل ده بيتخزن في الدماغ مثلا من غير ما ناخد بالنا؟
بص، هو ده ممكن يكون بيتخزن من الدماغ من واحنا صغيرين، انه مثلا الامهات لما بيجوا يعلموا مثلا اعمل كده، انت ليه ما عملتش كده، انت ليه مش عارف ايه، بعد كده نعمل الحاجه الكويسه. طيب احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول انه جلد الذات ده دلوقتي بيخدمك في ايه؟ انت عملت حاجه غلط وشايف انت خلاص كبير انف ان انت يمكن الام كانت بتعمل كده واحنا صغيرين عشان تعرف عواقب الحاجه دي، احنا خلاص يعني كبرنا انف شايفين انه ده فعلا حاجه غلط مش المفروض ان انت تعملها، ايه دورك عشان تصلح؟ انت ازاي تبقى برو اكتف، تبقى ازاي انسان مصلح؟ ولكن ان انا افضل قاعد في دايره اللي انا عملت حاجه غلط، عملت حاجه غلط، مشاعري هتبقى ايه؟ حاسس كده اي فيل جلت وحاسس ان انا مش كويس، طبيعي سلوكك هيبقى مش كويس. طب معلش، هنا ازاي افرق ما بين ده وازاي ما اكونش مستهتر؟ انه ضميري يبقى صحي يعني. ازاي هنا؟ ان انت احاول دايما احفز نفسي بشكل افضل وكل حاجه، بس انا برضو انا بكرر نفس الاخطاء هي هي. ما هي لو الاخطاء بتتكرر هي هي يبقى انت ما اتعلمتش من الخطا. تمام. دي ملهاش علاقه بجلد الذات. لان انت ممكن تجلد ذاتك وتكرر الخطا، وممكن ما تجلدش ذاتك وتكرر الخطا. صح. هي ملهاش علاقه. صح. هي العلاقه انه انا اتحطيت في تحدي معين او انا اتحطيت في موقف معين، يا اما اتعلمته فانا اتطورت، يا اما ما اتعلمتوش ففضلت واقف مكاني. والاختيار ليك. انت عايز تتعلم من اخطاء، يعني ممكن واحد يبقى كل يوم مثلا بيتاخر من شغله، هو قابل ان هو يبقى كده، والله بقى هيترفض، والله هياخد يعني اي حاجه جزا، ده راجع له هو. لكن انا قررت انه انا عندي تشالنجز في الصحيان بدري، وان انا يعني باخد بالاسباب وبصحي نفسي، انا اتطورت وبقيت انسان مسؤول. وانت مسؤول عن نفسك. طيب انجي، برضو من الحاجات يعني لو احنا مثلا ما قدرناش نسيطر على كل الكلام ده وخلاص احنا اتشحنا طول اليوم طاقه سلبيه ومش عارفين نتصرف، هل في حاجات ممكن نعملها نخرج فيها الطاقه السلبيه دي؟ يعني مثلا في ناس بتحب ان هي تلعب رياضه بتحس ان هي كده طلعت الطاقه السلبيه، في ناس ثانيه بتحب تقعد تعمل تمارين تنفس، في حد ممكن يشرب مشروب مثلا معين بيهديه او كده قبل النوم، في ناس ثانيه ممكن تقعد تكتب حاجات، ترسم حاجات، تعمل ايه؟ يعني ممكن نعمل ايه يخرج الطاقه السلبيه اللي جوانا؟ زي ما انت بتقولي بالظبط يا نوره، ان في حاجات كتير قوي وكل واحد اضرب نفسه، يعني زي ما احنا عملنا قائمه عشان نشحن بيها نفسنا، مهم جدا يبقى عندنا برضو من 10 ل 20 حاجه بعرف ازاي اهدي نفسي بيها. ليه؟ لانه العقل لما بيشوف الحاجه مكتوبه هتبقي محطوطه وسط الموقف اللي هو فيه تحدي بالنسبه لك، الحاجه هتظهر على طول، فانا لازم اكون مستعد. يعني انت فجاه العربيه عطلت، تمام، لو انت مش كاتب قدامك ممكن يحصل لك بانيك، تبقى مش عارف تتصرف ازاي. لكن لو انا كتبت من الحاجات اللي بتفرغ عندي الطاقه السلبيه او من الحاجات المهدئات اللي بتهديني، ان انا مثلا بتنفس كويس، ان انا مثلا بقول ذكر معين بيحسسني كده بالطمانينه وبمعيه ربنا، ان انا بعمل حاجه بكلم حد صديق قريب مني، اول ما هتتعرض للموقف هتلاقي العقل اللاواعي قال لك الاجابه على طول. فزي ما اتفقنا انه في قائمه للشحن هنسميها كده ايه؟ قائمه التفريغ. شحن وتفريغ، فبقى طول الوقت عندي حاجات بعملها في يومي، والحاجات دي كمان بتبقى يوميه، ان انا يوميا مثلا بلعب رياضه، او ان انا يوميا بكتب مشاعري، او ان انا يوميا في الصلاه او في الاذكار بتاعتي، الحاجات دي بتساعدني جدا ان انا يعني اعمل كده ايه، افضي الطاقه السلبيه وابقى مستعد للطاقه الايجابيه. طيب معلش، برضو في الجزئيه دي في ناس كسلانين، يعني انا مش عايزه ابذل اي مجهود بس عايزه اطلع الطاقه اللي جوايا، في دول ليهم طريقه تانية انه ممكن يطلعوا الطاقه اللي جواهم دي؟ يعني ابسط الاشياء زي ما قلت لك، يعني ممكن بالذكر، بالقران، بالتنفس، بالميديتيشن، التخيل من الحاجات الجميله، اللي انت قاعد في مكانك بتتخيل نفسك قاعد على البحر. لا انجي، في ناس ممكن ما بتقتنعش بقصه التامل دي، يقول لك انا هعمل كده خلاص ابقى زي الفل، دماغي شغاله مثلا. يعني ممكن حد، انا بتكلم كلام واقعي من بالزبط. يعني من نطاق ناس صحابي كتير، يعني اقول له طب خلاص ما تحاول تفرغ دماغك شويه، دي ما بعرفش. وعلى فكره انا من ضمن الناس دي اللي ما بعرفش افضي دماغي، وانا نايم كمان بيجي صداع. بص، من الحاجات اللي بتساعد جدا على ده، ما هي انما العلم بالتعلم، يعني انت لازم تدرب نفسك. بالظبط، لازم تدريب. ابدا بخمس دقائق يوميا، خمس دقائق، اظبط الستوب ووتش، خمس دقائق تاخد تنفس عميق. يعني ايه بقى ما تفكرش؟ انت مش هتقدر تمنع الفكره من انها تيجي. مظبوط. خلاص، بس تقدر ما تديهاش انتباه. يعني ايه؟ يعني هتجي لك الفكره تقول لك انت هتنزل بكره الساعه كام، ما تردش عليها، فهمني؟ لان الفكره لما بتيجي انت لما بتتجاوب معاها خلاص هي سحبتك.
افكر في حاجه طب تانية. افكر في ايه بقى؟ ما هي الفكره افكر في فكري في التنفس بتاعك، 5 دقائق تنفس، ركزي في الشهيق وركزي في الزفير. لما انت بتعمل كده انت بتعمل ايه؟ انت بتقول لافكارك انا اللي متحكم فيكي مش انت اللي متحكمه فيا. فهمني؟ لانه الافكار هو اصلا وسوسه الشيطان دي بتبدا بايه؟ بفكره. فهي الفكره تقعد تشدك لفكره تشدك لفكره والشيطان يعدكم الفقر. لكن لما انا معود نفسي لا انا مش هسمح للفكره انها تتحكم فيا، انا هركز في التنفس بتاعي، لما بخلصه ساعتها اقدر افكر في اللي انا عايزه. فابدا ب5 دقائق. انا على فكره متفهمه جدا الموضوع ده، بالنسبه للرجاله كمان صعب جدا لانه هم عقلانيين اكتر يعني ممكن المسؤوليات عندهم يعني الكارثيه اكبر شويه. لا يعني هم دايما اللي يعني انا ما بقللش خالص من شان المراه ولا دورها اللي بتعمله عشان المراه متحفزه للقصه دي وهنطلع بره موضوعنا وهنتخانق انا وهي وهتسيب مشكله كبيره. لكن انا بتكلم في جزئيه يمكن الراجل عليه اعباء ممكن يعني بتحدد دايما مصير شويه حاجات، فهو دايما على طول دماغه شغاله يعني بشكل اكبر يعني. طيب ما احنا عندنا تحديد مصير مع الاولاد على فكره، ما دول المستقبل، ده كفايه يعني ده لوحده. مش هنخش في تفاصيل كتير عشان انا عارف انت عايزه تاخديني لايه، بس انا مش هروح معاكي. بس هنا بقى بتكلم دايما في بعض الرجال او بعض الناس يعني ممكن من المواصلات ممكن من ضغوطات الحياه الطبيعيه اليوميه يعني بيتعصبوا على اقل حاجه او يتنرفزوا على اقل حاجه، تلاقي دايما بيطلع الطاقه او الغضب اللي جواه ده في موقف ما يستاهلش او أيوة. ما يستحقش زي ما انت قلتي المره اللي فاتت انه بتشوفي ناس لو حد كسر عليه بالغلط يقعد بقى ويزعق ويعمل ومش عارفه ايه. دي ايه تراكمات مثلا قبل كده ولا الموضوع هنا فيه مشكله عنده محتاج متخصص؟ بص هو طبعا اكيد بتبقى تراكمات لانه ما فيش اي موقف في الدنيا يستدعي مثلا كم الغضب الرهيب ده، فهي بتبقى تراكمات. دي اول حاجه. بس تاني حاجه، انا لو انا سمحت للتراكمات او لو انا سمحت للحاجات المتخزنه جوايا ان هي تتحكم في، يعني انا مثلا اتخانقت جامد مع واحد في الشارع فضربته، مين اللي اتاذى؟ انا. فليه انا مهم ان انا ابدا اتحكم في نفسي وافرغ الطاقات السلبيه وابقى دايما متحكم؟ لانه الانسان لما بيبقى عنده كنترول على مشاعره دايما الفعل بيبقى على قد اللي قدامه، يعني بيبقى مناسب. يعني بيبقى في نسبه وتناسب بالظبط. لكن الاوفر قوي ده هو اولا واخيرا بيضر صاحبه. يعني في الطلاق في الغالب لما بيروحوا لدار الافتاء ممكن يقول لهم مثلا ان ده ما يحسبش. طب انت اولا واخيرا ضريت مين؟ انت ضريت نفسك ودخلت نفسك في منطقه قد تسقط اللي قدامك، وقصه كبيره بالظبط. انت دخلت نفسك في مكان مش لطيف. فالمهم ان انا ابقى عارف هل رد الفعل ده مناسب للفعل. طب ايه اللي يخلي رد الفعل مناسب لفعل اللي قدامي؟ اني اكون متحكم في مشاعري. حلو قوي. يعني انجي نورتينا جدا واستفدنا منك، يمكن ما لحقناش نتكلم في كل حاجه بس على الاقل كده اخذنا شويه نصايح ازاي نفرغ وازاي كمان نشحن نفسنا ونشحن نفسنا كده بطاقه ايجابيه. نورتينا جدا وبنشكرك على وقتك. ميرسي يا نور. شكرا جدا يا انجي، نورتينا جدا. شكرا. طيب فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل عيش صح وبعدها ان بوكس سبورتس، خليكم معانا.